ان ما ينبغي علينا ان نتتبع عورات الناس. والله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فالنبي الله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس، وهناك في الحديث: لا تجسسوا ولا تحسسوا. فرق بقى، هي عملت الاثنين، التجسس على شيء ظاهر ان هي شايفاها بتكلم تليفون رايحه يعني في حته، حتى فكره ان هم عايزين ينقذوا الراجل من ان الست لا مش الانقاذ. المساله دي بقى هنروح بقى ننقل بيها الحكم شرعي تاني. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. فهنا المفروض كانت على الاخت الكريمه اللي السائله او اللي وقعت في الموضوع ان تنبه سلفتها على هذا، وتقول لها ان امرك يبدو انه مكشوف وان يبدو ان في كذا، فتلم نفسها خلاص، تقول لها امرك مكشوف. بس بينها وبينها من غير بينها وبين بعضها لا لا خالص، يعني تيجي تقول لها يعني احنا طبعا اخوات واكلين في طبق واحد وقاعدين على سفره واحده واحنا كذا واحنا كذا، فانا عايز اقول لك انا بنصحك انت خليكي عارفه ان امرك صار شبه مكشوف. فاحنا لو طب افرض السلفه خافت انها تشلق لها ولا تشتمها ولا تقول لها انت مالك انت، فهل تروح توصل الموضوع للزوج ولا ما تقولش وتكتم خالص وتسكت؟ هنقفل خلاص، احنا عملنا اللي علينا، هي عملت الدور الشرعي اللي عليها. طب افرض، ما بقول لك افرض خافت تروح تواجهها، تقول وتواجه وتعمل وتسوي والكلام ده كله خلاص، ولما تيجي تواجه خلاص بيننا وبينكم كتاب الله سبحانه وتعالى. بس بغض النظر، مش عايزين نوصل لدي، انا عايز اوصل لنقطه واحده بس. هي جت راحت الست قلبت عليها خالص، فتاكدي ان يوما ما سيكشف الله ستر هذه المراه. طالما انا يعني اتنصحتي مره واتنين وتقلك، هي كل واحده بتبقى عارفه رصيدها قد ايه عند الاخرى، يعني هي عارفه يعني تدخل لها منين او تكلمها منين، او عارفه ان هي بدل ما تخلي جوزها اللي هو يعني دي مرات اخوه هو اللي يكشفها او يعملها، هي ممكن تراقب جزئيه بسيطه وتمسكها منها وترجعها بمقصد انا بخاف عليكي وخايفه عليكي وعايزاكي ترجعي وعايزاكي كذا. لان خليكي عارفه اذا كان مقصد الانسان الدعوه الى الله من اجل الله ستره الله عز وجل وعافه. طب انا برضو عشان السؤال ده مهم دلوقتي، واحد شاف واحده بتخون جوزها او واحده شافت واحده بتخون جوزها، ايه الاولى، تسكت ولا تنبه؟ عشان نوقع الحكم الشرعي فلا يمكن ابدا ان يحكم عليها بهذه الفعله برؤيه شخص واحد، لازم يجيب معاه ثلاثه. لا يمكن بتتكلم بس، ما انا بقول لحضرتك مش عامله فعل زنا. لا يقول لها كده يعني ينصحها، مفيش مانع ان ينصحها، ما نروحش نقول للزوج ونعمل كده. عشان يعني احنا بننصح وبنبين وبنقول بما يرضي الله. الشخص ده ما التزمش مره واثنين وثلاثه الله سيفضحه، يعني هو انما انا ما اروحش اقول للزوج. لا 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 انا ما ادخلش في الحته دي نهائيا.